هذه السنة انعقد المؤتمر السابع من نهار 28 شتنبير 2023 إلى غاية الأول في أكتوبر 2023 بمدينة طنجة، وهذه هي المرة الرابعة اللي تنعقد فيها المؤتمر ديال الجمعية ديالنا في مدينة طنجة. وهذا العام كان الحضور مكثف، يعني على ما يزيد 200 طبيب من جميع أنحاء المغرب، من طنجة، من العيون، من الدار البيضاء، فاس، مكناس، أسافي، مراكش إلى آخره. حتى الناس ديال الجنوب شرفونا، وكان المؤتمر ناجح 100%، لا من ناحية الحضور أولا، ولا من ناحية المواضيع اللي كانت شاملة جميع التخصصات الطبية، لا من أمراض القلب، لا من أمراض السكري، ولا من أمراض النساء، أمراض النساء والتوليد، إلى أمراض الشرايين. تنشكر جميع الناس اللي حضروا واللي جاوا من جميع أنحاء المغرب، وتنشكر بزاف الناس اللي هما كانوا ممولين هذا المؤتمر، المختبرات الطبية بالأخص، اللي هما جعلونا ننجحوا هذا المؤتمر على أحسن وجه. وتنتمنى إن شاء الله في السنة القادمة يكون الحضور أكثر من هذا الشيء اللي كان هذه السنة، مالغري لحقاش هذا الحضور اللي كان هذه السنة، رغم الظروف اللي مرت بها البلاد ديالنا، الزلزال هو الزلزال اللي ضرب منطقة الحوت مؤخرا. وبهذه المناسبة تنقدم التعازي ديالنا الحارة إلى صاحب الجلالة في وفاة الآلاف اللي بمناسبة هذا الزلزال، وتنتمنى الشفاء العاجل للجرحى ديالنا إن شاء الله، والتعمير للمنطقة. تنتأسفوا بزاف وما تنبغيوش هاد الكوارث بحال هكا اللي هي تتأثر بزاف على البلاد، ولكن تيقول لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربما هذوك الناس إن شاء الله هذه التفاتة مولوية والتفاتة الأوضاع المعيشية ديالتهم غتحسن إن شاء الله. راح نسمعوا بأن راه كاين الميزانيات اللي هي مهمة، ونتمنوا على الله يا ربي هاد الناس يستافدوا من هاد الميزانيات اللي هي تخصت المنطقة دي. الأولى جمعية أطباء الفداء كانت أول جمعية أولا تبرعت للصندوق 126، عندنا التوصيل، عندنا كل شيء، وداك الشيء راه باين. وثانيا أرسلنا ما يناهج 20 كرتونة عامرة بالأدوية والملابس وأدوية المستعجلات، هذه الأولى. وثالثا احنا إن شاء الله تنفكروا باش نديروا منطقة، نديروا قافلة طبية إن شاء الله من بعد نرتاحوا شوية من المؤتمر، ربما 10 أيام، ربما 15 يوم ولا شي حاجة، ونديروا واحد قافلة طبية فعلا منطقة ديال الحوز، المنطقة المنكوبة. الهدف من هذه الدورة وبصفة عامة، كل الدورة تتعقد في أي سنة عدة الأهداف ديالها، وبالأخص هذه الدورة هذه ديال المؤتمر الوطني السابع، بالأخص زوج الأهداف. الهدف الأول هو دو بيرميتر او لابوراتوار ديكسبوزي لور برودوي، أي حاجة جديدة خاص الطبيب العام أو الطبيب المختص يستافد منها. وهذه هي المناسبة الوحيدة بالأخص، ماشي الوحيدة ولكن كاين مناسبة، ولكن بالأخص المؤتمرات هنا البينمي فرصة ديال المختبرات باش تعرف الجديد ديالها. هذا الأول. والثاني الهدف منه هو التكوين المستمر. أهم حاجة بالنسبة للطبيب كيف ما كان النوع دياله، واخا يكون طبيب عام ولا طبيب مختص، لا بد تيخصو واحد التكوين مستمر، وتيخصو يستافد من أي حاجة اللي هي جديدة، سواء هذه الحاجة الجديدة جابوها أساتذة من برا خارج المغرب، أو الأساتذة ديال الأجلاء ديالنا ديال المغرب. وفعلا هذا المؤتمر ديالنا نيت كانوا فيه أساتذة اللي هما جاوا من خارج المغرب، وهذه أحسن، نقول من أحسن طريقة. وتندعو جميع الأطباء باش يحضروا بكثافة لهذا المؤتمر باش يستافدوا من أي جديد، ويستافدوا من أي حاجة، لا من ناحية المعلومة أو من ناحية الأدوية ولا المعدات الطبية.